وخلال اجتماع معالي وزير الخارجيه مع سعاده الدكتور محمد مالك عثمان كبير وزر... كبير وزراء الدوله لشؤون الدفاع والخارجيه بجمهوريه سنغافوره، تم بحث مسار العلاقات الثنائيه بين البلدين وسبل المضي بها لافاق ارحب، ونوه معالي وزير الخارجيه بالنموذج المتميز لعلاقات الصداقه الوثيقه بين البلدين وما تحققه من نمو وازدهار. معبرا معاليه عن حرص مملكه البحرين على تعزيز علاقاتها مع جمهوريه سنغافوره على المستويات كافه، واستثمار الفرص الكبيره لدفع التعاون بين البلدين وتطوير التنسيق المشترك لمواجهه التحديات التي تفرضها التطورات الاقليميه والدوليه وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جهته اكد سعاده الدكتور محمد مالك عثمان حرص جمهوريه سنغافوره على توسيع افاق التعاون المشترك. بما يدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات مشيرا الى اهميه تواصل اللقاءات بين مسؤولي البلدين لتحقيق هذه الاهداف